يعني نوصل لابعد نقطه، ممكن نص النهائي وربع النهائي كده يعني، هنعدي المجموعات يعني ان شاء الله. لا ان شاء الله ناخد البطوله ان شاء الله وهنكسب ان شاء الله. ان شاء الله يا قايمه اللي هو مستر كروش اعلنها قايمه كويسه، بس ان شاء الله رب نقدر نوصل للنهائي ان شاء الله. والله انا توقعاتي ان احنا اخرنا الدور ال 16، لان انت حضرتك لو طلعت اول هتقابلي ساحل العاج، لو طلعت تاني هتصدمي بالجزائر، لان المجموعه بتاعتنا ما فيهاش افضل توالد. فاحنا مشوارنا في البطوله ده بقى صعب جدا. والله انا شايف ان هو لازم ياخد يعني ياخد لعيبه كويسه، وشوفنا في البطوله العربيه دي كانت بطوله جيده يعني، ان هم بداوا يختاروا لعيبه وبتاع، وظهرت ناس كتير وفي لعيبه كويسه كانت موجوده وما راحتش. ان شاء الله احنا مصر على طول بتخش بتبقى عينيها على البطوله على طول، لان مصر من الابطال يعني، احنا واخدينها 5 مرات مع الكابتن حسن شحاته. مستر كروش يعني عامل اداء كويس مع المنتخب، هو لسه انا ما بقولوش كتير، فاللعيبه المنتخب واضح ان هو يعني في اداء كويس وكده. ان شاء الله يعني نكسب البطوله ونعمل بطوله حلوه ان شاء الله. ان شاء الله ناخد البطوله.